مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الأوتشا إديم واسورنو أعلنت عن قلقها البالغ حيال استمرار تفشي الكوليرا في البلاد، وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على قضيتين رئيسيتين تواجهان البلاد وهما عودة ظهور الكوليرا وتزايد مستويات سوء التغذية الحاد، لافتة إلى أن الأسباب الرئيسة لاحتياجات واسعة النطاق في اليمن لم تتم معالجتها بعد. نتساءل هنا مشاهدينا عن الجهود التي تبذل للحد من انتشار هذا الوباء وكيف سيتم ذلك، سنناقش ذلك بمعية الضيوف ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مستمرين في حديث المساء. في هذا الجزء سوف نعرج على شأن محلي وهو وضع صحي حاليا، انتشار غير مسبوق للكوليرا، ما أسباب ذلك؟ سنناقشه بمعية ضيفي دكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة الذي ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير دكتور. دكتور شوقي؟ إلى أن ينضم معنا الدكتور شوقي، أيضا أرحب بالسيد سليم خالد رئيس مركز الإعلام الإنساني. مساء الخير سيد سليم. يبدو أن هناك مشكلة معنا بالتواصل مع الدكتور شوقي الشرجبي والسيد سليم خالد. الآن انضم معنا السيد سليم خالد. مساء الخير سيد سليم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. تحية لك سيدي واشكر انضمامك معنا. منذ بداية الحرب وهناك انهيار في قطاعات كثيرة في البلاد من ضمنها القطاع الصحي، ويعني طبقا للأمم المتحدة تتحدث أن مرض الكوليرا عاد للظهور بطريقة مقلقة في البلاد، ما أسباب ذلك؟ هو في الحقيقة يبدو بشكل عام أننا مقبلون على صيف ساخن بالنسبة للوضع الإنساني في اليمن، يعني وكأن الوضع الإنساني كان ينقص عودة تفشي هذا المرض. صحيح. يعني خصوصا مع الأزمات الاقتصادية وأزمات الأمن الغذائي المتلاحقة من بداية العام. مثل هذه الأمراض حقيقة هي مرتبطة بفترات الحروب بشكل عام، نظرا لتراجع النظام الصحي في البلاد ولانهيار المنظومه الصحيه وتراجع كثير من المرافق الصحيه مثل المستشفيات العامه والوحدات الصحيه والمراكز. كذلك هناك احصائيه سابقه للمنظمه الاماميه الدوليه للتنميه وصفت هذا الكلام بان القطاع الصحي من اكثر القطاعات هشاشه في البلاد، وهذا واضح جدا يعني من خلال الاحصائيات حتى التي تقدمها وزاره الصحة سواء في الحكومة المعترف بها دوليا أو حتى في سلطة الحوثي، تراجع كبير. لك أن تتخيلي فقط أن 55% من طاقم المستشفيات فقط، المستشفيات العامة من غير المراكز والوحدات الصحية، هذه تعرضت للتدمير سواء التدمير الكامل أو التدمير الجزئي، وكثير منها يتجاوز ال 50% تعمل فقط يعني تقدم فقط خدمات الرعايه الصحيه الاوليه، اما بقيه الاقسام يعني فهي شبه معطله. مثلا على سبيل المثال في محافظه مأرب، احصائيه سابقه لمكتب الصحه في محافظه مأرب، هناك 22 مستشفى عام، المستشفيات فقط مستشفى عام بالاضافه الى مستشفيين ميدانيين. خمسه من هذه المستشفيات فقط هي التي تعمل بكامل قوامها وبشكل جيد. 12 مستشفى من هذه المستشفيات يعمل بشكل جزئي، يقدم رعايه صحيه فقط وبقيه يعني تقصد غير مجهزه بشكل صحيح حتى تستوعب يعني مرضى في كافه انواع المرض. نعم وضحت بالضبط، وهذا امر طبيعي في فترات الحروب كما ذكرت لك، يعني البنيه التحتيه بشكل عام معرضه للتدمير والسؤال. نعم كما تحدث يعني سيد سليم، يعني هذا المرض وهذا الوباء يعني يظهر في فترات الحروب، ويعني الاحصائيات الصادمه ومفجعه بطبيعه الحال، يعني 11000 مصاب بالكوليرا و75 وفاه، حاله وفاه تمت منذ اكتوبر الماضي في البلاد. هل هذه الاحصائيات في عموم البلاد حتى تشمل مناطق سيطرة الميليشيا؟ لأن هناك أيضا يعني إحصائيات لا تصل بشكل دقيق من مناطق سيطرة الميليشيا، وهذا أيضا موضوع مقلق ومرعب أيضا. هو كما أشارت المسؤولة الأممية في إحاطتها البارحة أمام جلسة المجلس الأمن خصصت لليمن،
تكلمت حول هذا الموضوع وهي قدمت هذه الإحصائيات التي تفضلت بذكرها الآن. نعم. وأشارت إلى هذه النقطة أنه يصعب من الأمور التي تواجهها فرق العمل الإنساني، يصعب تسجيل كل الحالات وما يصل إليهم إلا ما يأتي إلى المستشفيات، وغالبا من يأتي إلى المستشفيات يعني يعافى، يعني بحسب تقارير أممية وتقارير محلية يعني يذهب عنه المرض. لكن بشكل عام كثير من الذي يصابوا بالأمراض بالذات في مناطق الريف، بالذات في المناطق النائية، المناطق التي لا تصلها الخدمات الطبية، هذه المناطق للأسف الشديد الناس لا يستطيعوا الوصول إلى الوحدات الصحية ولا يحصلوا على الرعاية الصحية الأولية، وبالتالي لا يمكن تسجيل هذه الحالة سواء كانت حالة إصابة أو حالة وفية. أشارت أيضا المسؤولة الأممية في حاطتها البارحة أنه في مناطق الحكومة الشرعية تم تلافي أو اتخاذ الإجراءات والاستجابة الجيدة لهذا المرض منذ مارس الماضي، وبالتالي حصل نوع من الإبطاء لانتشار هذا المرض. لكن للأسف الشديد في مناطق سيطرة الحوثيين كما ذكرت المسؤولة الأممية في إحاطتها فإن المرض يتفشى بشكل سريع جدا، وذكرت هذه الإحصائية أنه 11 ألف مصاب سجلت من مارس الماضي أو من بداية العام وحتى 13 أبريل الحالي، 11 ألف حالة إصابة منها 75 وفية متعلقة. يعني سيد سليم أفهم من كلامك وطبقا لإحاطة المسؤول الأممية وموضوع مهم يعني حاليا هي تتحدث عن منطقتين، مناطق السيطرة الشرعية وكذلك الميليشيا، تقصد أن في منطقة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تم تفادي هذا الموضوع، هناك إجراءات ناجعة تتخذ لمحاصرة هذا الوباء، بينما لا يتم ذلك في مناطق سيطرة الميليشيا؟ يعني يبدو هذا الذي كانت تريد ان تقوله في الاحاطه، وحقيقه هذا ما هو حاصل. انا اليوم اقرا تصريح جديد للناطق الرسمي باسم وزاره الصحه في سلطه الحوثيين بصنعاء، وهو يتكلم، تخيلي، يتكلم عن 2.5 مليون اصابه مشتبه بالاصابه بالكوليرا من عام 2016 وحتى 2014. هذا عدد مرعب حقيقه يعني، وهو اعتراف واضح، التصريح ياتي من مناطق الحوثيين او من سلطة الامر الواقع في صنعاء، وقدمت هذه الاحصائيه وهي احصائيه خطيره جدا ومرعبه. صحيح. حقيقه انه فعلا لا يحصل استجابه بالشكل المطلوب في صنعاء، بطبيعه الحال اصلا لم تتعرض او لم تحصل المرافق الصحيه الى اعاده تاهيل سواء في مناطق الحوثيين او حتى في مناطق الشرعيه الا بشكل محدود وفي محافظات محدوده. يعني رغم سيد سليم ان معظمها يعني المكاتب يعني متواجده في صنعاء، ولكن يعني لا يتم تقديم الرعايه الكامله او حتى الدعم حاليا لهذه المستشفيات او حتى المراكز الصحيه، يعني كل المنظمات تقريبا هي مقراتها في صنعاء. وهذا تكمله لكلامي انه الاعتماد الان في اعاده تاهيل المرافق الصحيه، الاعتماد الكلي هو على المنظمات المانحه والمنظمات الدوليه. يعني كجهود وتمويل من السلطات الرسميه سواء في المناطق الشرعيه او مناطق سيطره الحوثي ياتي بشكل محدود وضعيف جدا نظرا لتداعيات الحرب يعني. صحيح. لكن ايضا مما قالته امس المسؤوله الامميه في احاطتها وتقارير سابقه ايضا ان الفرق والمساعدات يعني تتعرض للمضايقات في مناطق الحوثي، وهناك تسجيل لاكثر من 137 عرقله لوصول المساعدات ووصول الفرق الى مناطق الاستجابه. نعم. هذه ما ذكرته امس في الاحاطه. هناك انتهاكات كبيره بحق العاملين وبحق المنظمات. دعنا سيد سليم نتوقف عند هذه الاحاطه واهميتها، يعني المسؤوله الامميه ذكرت نطاق يعني نقاط مهمه جدا، وايضا تحدثت يعني بكل صراحه وشفافيه. ما اهميه هذه الاحاطه؟ وهل باعتقادك ان هذه الاحاطه قد تكون متقدمه عن احاطات سابقه لإلقاء اللوم ولو بشكل يعني غير مباشر لميليشيا الحوثي بما يتعلق بالوضع الانساني حاليا وتدهور القطاع الصحي في البلاد؟ يعني اللهجه التي استخدمتها الاعاقه هي ليست لهجه متقدمه، هي احصائيات موجوده من سابق، وهناك تقارير سابقه ايضا تكلمت عن قضيه الانتهاكات التي تتعرض لها هذه المنظمات ويتعرض لها العاملين في المجال الانساني. فانا لا اعتبرها متقدمه، ما زالت المنظمات هذه تدلل الميليشيا الحوثي وتقدم لها الكثير من الخدمات.
لكن بطبيعة الحال هناك مضايقات مستمرة، يعني وصلت إلى حد أنه الاغتيالات، وأنتم تعرفوا تقريبا إلى الآن 3 مسؤولين أمميين رفيعين في هذه المنظمة تعرضوا للاغتطاف وبعضهم تعرض للاغتيال، وهذه إشكالية كبيرة تتعرض لها المنظمات في مناطق سيطرة الحوثي. يعني كما ذكرت لكم بطبيعة الحال هذه المضايقات أدت إلى تراجع كثير من المنظمات، منها مثلا منظمة أو برنامج الغذاء العالمي الذي توقف عن تقديم المساعدات نهاية العام الماضي أو علق أعماله في مناطق سيطرة الحوثي نظرا لكثير من العرقلات، من ضمن هذه العرقلات أن سلطة الحوثي تفرض كشوفات للمستفيدين على هذه المنظمات، تفرض أيضا كثير من الشروط يعني ادت الى اعلان هذا او اعلان هذه المنظمه الامميه الى تعليق اعمالها في مناطق سيطره الحوثي. وهذه الانتهاكات المستمره تعود سلبا على المجتمع اليمني الذي يعيش حاليا او اغلبه يعني لا يعيش الا على المساعدات الانسانيه التي تاتي من هذه المنظمات او من جهات اخرى، وكما ذكرت امس المسؤوله الامميه في احاطتها فانه شهر رمضان وايام العيد كان هناك نوع من التعافي او نوع من الاكتفاء بسبب تدفق الصدقات والتبرعات خلال هذا الموسم، وهذا طبيعة اليمنيين يعني كمجتمع. لكن الان ماذا سيحدث فيما بعد؟ خلال الاسابيع القادمه هناك تحذيرات من وهذا سؤالي سيد سليم، بعد هذه الاحاطه هل باعتقادك سيكون هناك اي حل حلال هذا الوضع؟ زياده المساعدات حاليا، الاهتمام بهذا الجانب، الجانب الصحي، تقديم مساعدات اكبر، ما هو تقييمك؟ خصوصا الحقيقة أن مش فقط القطاع الصحي الآن الذي يحتاج إلى يعني يحتاج إلى مساعدة ويحتاج إلى تعزيز في خدماته، أيضا معنا القطاع الأمن الغذائي، وهذه مشكلة ما كنت سأتحدث عنها وسأكمله هي حديثي، أنه البنك الدولي قبل أيام بالإضافة إلى منظمة الأغذية العالمية كان لهم تقريرين منفصلين تكلموا عن أزمة غذاء وشيكة في اليمن خلال الأسابيع القادمة، وهذا ايضا ما تكلم به وزير الصناعه والتجاره الاستاذ محمد الاشول في كلمته في امام المؤتمر الاقتصادي في دبي في مارس الماضي، وهو يتكلم عن انتهاء مخزون الغذاء في اليمن بسبب ما يحصل في البحر الاحمر واعاقه وصول السفن المحمله بالغذاء الى الموانئ اليمنيه. فنحن في الاشهر القادمه خصوصا شهر 5 وشهر 6 القادمين يبدو اننا امام ازمه غذائيه، اقلها ستتعرض المواد الاساسيه لارتفاع شديد في اسعارها، تفقد الكاهل المواطن في مناطق الحوثي الذي لم يتسلم رواتبه منذ 9 سنوات ويعاني ايضا ازمه اقتصاديه خانقه، وفي مناطق سيطره الشرعيه الذي يضيق الخناق الاقتصادي يوم عن يوم بسبب تدهور العمله وغيرها من نعم. للأسف تتفاقم يعني المعاناة والأزمات الإنسانية في البلاد سيد سليم مع استمرار هذه الحرب وعدم تدخلات يعني حقيقية سواء كان من التحالف العربي أو حتى منظمات الأمم المتحدة. أشكر انضمامك معنا رئيس مركز الإعلام الإنساني السيد سليم خالد، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا، ونعتذر عن عدم تواجد دكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة اليمنية. إذا بهذا نصل ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير. Thank you.